صباح الخير من ام تي في الايف. يسعد صباحكم مشاهدينا عبر شاشتكم شاشة الام تي في. منحييكم وين ما كنتوا عم بتابعونا بلبنان والعالم، ومنتمنى قديس مبارك لكل اللي تابعوا معنا قديس يوم الرب. صحيح نهار الأحد هو يوم فرصة مخصص للتسلية والراحة، ولكن كمان كتير مهم أنه نخصص شوي من هالوقت للصلاة والتأمل. مسؤولياتنا اليومية وعصر السرعة اللي عايشين فيه اليوم يمكن ما بيسمحوا لنا وقت كتير حتى نختلي مع نفسنا لوحدنا، حتى نجمع كل أفكارنا وننظر للأسبوع اللي مرق ونسأل حالنا قدي كنا منتجين، قدي قدرنا نتقرب أكثر من تحقيق أهدافنا، هل استفدنا من كل فرصة تقدمت لنا، وهل قدرنا نعمل فرق بحياة شخص بيعني لنا. أسئلة كتير أساسية بحياتنا، وتقييم صغير للأسبوع اللي مرق بخلينا نعرف كيف نستثمر وقتنا وكل طاقاتنا بشكل أفضل بالأيام اللي جاي، أيام ما رح ترجع أبدا، فاستفيدوا من كل لحظة ومن كل فرصة بتتقدم لكم. مع هالفكرة حبيت أبدأ حلقتنا لليوم من MTV Alive، وأنا كتير مبسوطة اللي رح يرفقنا بتقديمها هو ألبير. صباح الخير. صباح الخير لأليك لكل المشاهدين كمان اليوم. بشكل بتعرفوا كل سنة في عنا بيروت ماراثون، هالسباق يلي بيجمع كل اللبنانيين على طرقات لبنانية ليركضوا قد ما بيقدروا، لأنه في كذا كذا سباق. اليوم لبنان حاب يقدم هالماراثون لرئيس الحكومة السيد سعد الحريري، ورح يكون في عنا وقفات خلال نهارنا سوا. رح يكون في عنا وقفات من بيروت لناخد مستجدات شو عم بيصير تحت وشو مين عم بيشارك. أكيد بالماراثون مراسلين الام تي في رح يكونوا موجودين ببيروت، بس نحن كمان في عنا فقرات يعني نهار كله موضوعنا. حماس وكله صح. نشاط، وبنعرف قد في عجقه على بعض الطرات، في ناس ما وصلت على الاماكن اللي عم تتوجه لها، في ناس نسيت انه في ماراثون، ولكن ما في شك انه اللي مش عم بيركض اليوم عم بيتابع على شاشات التلفزيون. مزبوط. هالحدث مهدى للرئيس الحريري مثل ما قلنا، ومنذكر انه هو كان موجود بالسباق السنه الماضيه وحتى كان من المشتركين، وهو اكيد هي مبادره من الشعب اللبناني عن محبتنا وتمسكنا بالرئيس الحريري. والحلو بهالحدث ألبير أنه فقط لهالحدث الرياضي اللبنانيين كلهم بيتعالوا على خلافاتهم، على انتماءاتهم وعلى كل مشاكلهم، بيتوحدوا من أجل هالحدث اللي هالسنة رح يجمع أكثر من 45 ألف مشترك من دول كتيرة. فأكيد نهار حماسي، نهار وطني إذا بدك بامتياز، ورح نواكبه مع فريق الام تي بي. بآخر نهار رح يكون في عنا ضيفة بتحبوها، هي الممثلة بيتي توتل. رح نحكي عن أعمالها الجديدة، رح تضحكنا شوي، رح تسلينا شوي، ورح تخبرنا شو عم بتلاقي بالساحة الفنية وشو عم تقدمه كمان للناس اللي بيحبوا أكيد المسرح. وبالإضافة للفقرات اللي صرتوا تعرفوها، رح يكون في عنا تحضير ديزرت جديد، يعني كل أحد من حضر ديزرت اليوم. مع شارل ورولا بتنبسط إذا بيكون في شوكولا. بتعرفي ما بعرف شو الريسيبي بعد، هلأ بنكتشف سوا. يعني اذا لا يجيب لنا كم لوحه معه على التاريخ. واكيد في عنا محطه موسيقيه مميزه مثل ما عودنا غسان يمين كل نهار احد، هو مش موجود معنا اليوم، ولكن فرقه موسيقيه رائعه راح تكون موجوده، وراح يقدموا لنا مجموعه من الاغاني الطربيه ولكن with a twist، يعني بايقاع او arrangement او توزيع جديد، وراح نسمع عدد من اجمل الاغاني اللي كلنا بنعرفها وبنحبها. هيك رح يكون نهارنا، فخليكن معنا، خلينا نتابع سوا وقفة ومنرجع.